أنا بكلمكم أنا من موقع الحدث، والله ما يحدث في سيناء هو شغل مساد على أعلى مستوى موجود داخل محافظة شمال سيناء، وإحنا براء من اللي بيحصل. يمكن عايز أقول لحضرتك حاجة، ممكن تلاقي دبابة مصرية واقفة قدام قوات حفظ السلام، ممكن تلاقي الدبابة دي بتستهدف، لكن مفيش طلقة. أنا ما بحرضش لحد، لكن أنا عايز أفهم ما بين الأقواس، ده اللي أنا نفسي مفيش طلقة بتروح فين؟ في قوات حفظ السلام. آه تمام. تمام قوات حفظ ماشي، السلام دول دي قوات أجنبية؟ قوات أجنبية، من جنود أمريكان ولا جنود جنود أمريكان إنجليز؟ على فيجي، على من جميع الجنسيات، تمام. خلاص. فأنا ما بحرضش، لكن أنا بقول إيه العلامات الاستفهامات، يبقى على باب المعسكر قوات مصرية تستهدف، واللي يعني وقوات حفظ السلام ما نفسها فيش لا تستهدف؟ حاجة علامات استفهامات، زائد إن أنا بقول لك الصخرة دي موجودة. طب حصل هدم بالنسبة للأضرحة اللي داخل محافظة شمال سيناء، قالوا ان ده دين ما جاش بيه ربنا. طب برضو الدين، الصخرة دي مش صخرة دين، موشة ديان. مش ديانة اللي فيها الاسرائيليين، دي مش دين. تمام. تمام، أنا هسألك سؤال، لما قوات حفظ السلام بتلاقي مصاب من أنصار بيت المقدس بتعمل معاه إيه؟ والله دي بالنسبة يعني في المعلومة دي انا ما عنديش معلومة بيها، لكن انا هم سياسة حسن الجوار دي انه بيتبع جميع انواع، بيعالجوه؟ أنا بس هو سؤال، لما قوات حفظ السلام بتلاقي مصاب من بيت المقدس والله دي بيعالجوه ولا بيسيبوه؟ لا هو مش عايزين نحددها في انصار بيت المقدس، لكن احنا عايزين نقول ان اي مواطن، يعني عايزين نقول ان هو بيحاول انه يطبطب. احنا عايزين نقول يا جماعه حاجه لازم انتوا عارفينها، ان في مكاتب داخل الموساد الاسرائيلي، خلاص، شغلانتها الوحيده خلاص هو التفرقه بين المواطن السيناوي وحكومته، خلاص. اللي هي الحكومة المصرية. هم فشلوا في المؤتمر الحسن اللي كان في 67 لتدويل سيناء، فشلوا فشل ذريع، وكان موجود انذاك موشي ديان، وكانت موجوده اللي هي جولدا مائير. جولدا مائير، وجابوا طبعا كل الاعلام الغربي ان احنا عايزين ندول سيناء وتبقى دوله بين دولتين، لكن فشلوا في ذاك الوقت. تمام، فطبعا من ساعتها هم انشاوا هذه المكاتب، ونحن كابناء سيناء نعلم هذه المكاتب للتفرقه، ويشهد عليهم الاورنج واللي هو شبكات المحمول بتاعتهم اللي هي بتتصل على طول بالمواطن السيناوي، اللي هي بتقول له شوف انت بيحصل فيك ايه، شوف شوف وشوف وشوف. تمام، فطبعا شوف وشوف دي ونظام الطبطبه ده، طبعا احنا فاهمين هم عايزين يوصلوا لايه، لكن صدقني والله العظيم عايز اقول لك حاجه، ان هتفضل سيناء مصريه، والمواطن السيناوي بكل اللي بيحصل ده زي ما اجدادنا ما رضوش يدولوا القضيه ولا يدولوا سينا، ثق تماما ان هم خلفوا اسود، ولو في حاجه هم حاجات فرديه. تمام، لكن احنا بنعيب بقى على الدوله ان هي تراعي المواطن السيناوي، تمام، وتحاول ان انت توفر له وسائل من العمل، تحاول ان انت دور الازهر لازم يبقى موجود داخل محافظه شمال سينا، تفعيل كل الوزارات. انا عايز اقول يا جماعه ان القوات المسلحه مش هي المنوط بيها تعمل كل حاجه داخل شمال سيناء. انا بقول فين الوزارات؟ وزاره التربيه والتعليم مش موجوده، والازهر دوره مغيب جدا، حاجات كتير. يعني احنا مش عايزين نحمل القوات المسلحه كل حاجه، لكن احنا بنعيب على جميع الوزارات، هم دول 30 سنه هم اللي يتحملوا مسؤوليه ما يحدث في سيناء. تمام استاذ اسلام، الف شكر الله لحضرتك، شكرا جزيلا، يخليك. شكرا.